احكي لي عن بلدي، احكي لي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابلي، عن اهلي حكايه، عن بيتي حكايه، عن جار الطفوله حكايه طويله. طعم البلد يعني مفطورة معاه، لما كانت مليانة يعني غربية والناس عارفين تشوفهم يا ولد هدول يناموا والله العظيم على الأرسب محمود يا طعم. شوف الأرسب يناموا عليهم. بس كان يجي من برا بكير، من وين كان يجي؟ طلع كان يجي محمود أول إشي من لبنان، بعد من حوران، حوران حوارني بلاوي سوريين شايف، عراقيين أجي عندنا والله يا محمود، أردنيين أجوا، يمن والله يمن، مصريين بلاوي، مصريين ما تعدش محمود، يمكن 5-6 آلاف مصري كان يعطي نمل، مصريين محمود، مصريين أكتر عالم اللي كانوا والله العظيم يا محمود. أجوك من العراق أجونا، من اليمن أجونا، من الحجاز، من هدول تعال القهوة اللي بيبيعوا القهوة أجوا كمان، بعدين أجونا كمان هذا من المغرب، من بخاريا، البخارية أجوا عندنا هون، من بخاريا اجوا كان يسووا، اتراك اجوا كمان، اتراك ابارصة، ابارصة هم موجودين، هي طايق قبل ابارصة موجودين لليوم، هي طايق المطعم هذا الزلمة يعني. شفت يعني الدنيا مأياف امتلأت من انحاء الملل. هذول البخارية اجوا، هذول كانوا يبيعوا الريحة، وجلخوا سكاكين، كان يحمل حجر كبير على ظهره يقول لك مجلخ سكاكين يلف بالحارة، ويسكن لك السكين يصير زي الشفره هيك، تعمل هيك تعمل الشعر صار صار كلهم صاروا عليهم لفات هيك، لف لفه وتلاقي حامل على ظهره عجل كبير هيك محمود، يدعس باجره هيك ويلف العجل يدور هيك عمل ما هيك سكين والله، تحط هيك محمود عين الشعر قد ما كانوا في مبيضين كمان. هذول من هذول من 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 جنب لبنان، شو اسمها البلد هاي يا الله، البيض الطناجر محمود النحاس جيبه، وكان في ايامها طناجر نحاس فيش المنيوم ولا منيوم، جيب الطنجرة تعطيها حط على النار يحميها هيك، وبعدين يبصر شيء يحط بقلبها بقول لك ويفرق هيك تأثير هيك تعمل جمع كبير يفرق كبير غاد جوا هيك غاد سوق البلابسة جوا محمود، سوق البلابسة غاد هذا هذا حارتي هذول النحاسين بقولوا لهم، اما هذول طبعا الطناجر وقال لك هيك خلي لك يا هيك هيك تلمع لما محمود حمل الطنجر، لانه كانوا ايام زمان بس طناجر نحاس، ما كانش في المنيوم ولا في زينجو ولا في بطيخ اصلا، هذا اللي كانت محمود.